استكمالا للموضوع وخاصة المدخل المتغير والمدخل المستغل، نقوم بحل السؤال التالي رقم 18 من أسئلة الموضوع. السؤال بيقول: فيما يلي البيانات المستخرجة من منشأة محمدين في 31/12/2014. الآن لدينا المعلومات، ننتقل إلى المطلوب إعداد قائمة الدخل حسب المدخل المستغل والمتغير. المدخل المستغل والمتغير. إذا كون المطلوب هو المدخل الكلي، المدخل المستغل والمتغير، إذا لابد من عمل الإيضاحات اللازمة مكتملة بتقسيماتها المتعددة. نبدأ، وإذا نظرنا إلى السؤال نجد رقم 1 خالف العرف ولم يعطي لنا المواد بشكل مباشر. حكلنا إيه؟ مواد أول المدة 6500، والمواد المشتراة 65000، والرسوم الجمركية 500 دينار، ومواد آخر المدة واللي هو إيه؟ والخصم المكتسب. إذا هذه الأمور في بعض الأشياء تجمع وبعضها تطرح. إذا الآن من هذه الأمور نريد حساب اللي هو إيه؟ المواد المستخدمة في الإنتاج. إذا المواد المستخدمة تساوي أول المدة زائد المشتريات زائد الرسوم الجمركية ناقص آخر المدة ناقص الخصم المكتسب. إذا بناء على الأرقام المتوفرة تساوي 6500 اللي هي رصيد أول مدة زائد 65000 زائد الرسوم الجمركية كام؟ 500 ناقص آخر المدة 7000، والخصم المكتسب يطرح 5000. إذا يساوي 72000 ناقص 12000 ويساوي 60000. إذا وفقا للبيانات المعطاة في السؤال نصل إلى المواد المستخدمة وهي 60000 دينار. نبدأ الآن. إذا رقم 2 مواد اللي هي كام؟ 60000، منها صناعي كام؟ 50%. وتسويق كام؟ 35%. والإداري 15% إداري. 50% إذا هاي 30000، والخمسة وثلاثين 21000، والإداري حتكون 9000. لو قمنا بجمع هذه الأرقام المتفرقة سوف يكون مجموعها 60000، وهذا أمر طبيعي. قبل التقسيم وبعد التقسيم لابد أن تتساوى الأرقام. وكون نقوم بحل حسب المدخل المتغير والمستغل، إذا لابد أن يتم تقسيم الصناعي إلى متغير وثابت، متغير وثابت، والثابت ينقسم بدوره إلى إيش؟ مستغل وغير مستغل. طيب ننتقل إلى رقم ثلاثة. يقول الإيجور 40000،
الأجور 40,000، هاي 40,000 الأجور، وتنقسم إلى صناعي وإيش؟ وتسويقي. الصناعي كام؟ 60%. إذا هاي 40%. 60% من 40,000 حتكون عندنا كام؟ 24,000. 24,000. بينما التسويقي 16,000. 16,000. إذا جمعنا الرقمين 24 و16 حتطلع ال 24. لكن لو زينا حكى طالب 2400 وهذا طلع 16,000 مش حتطلع الرقم، اذا بكون في ايش؟ في خلل مباشره اول باول تعمل. لو كنت نسيت صفر او زودت صفر حيطلع معك الرقم يا اكبر يا اصغر، تتاكد. طيب نفس الشيء يا شباب، متغير وثابت، متغير وثابت، والثابت ينقسم الى مستغل وغير مستغل. طيب الان ننتقل نكمل في سياق السؤال. السؤال عندنا ايه؟ ننتقل الى رقم 4. التكاليف الصناعيه منها ايه؟ ايوه، اذا وين ما في صناعي ها، هاي 80 وهاي 20 وهاي 80 وهاي 20. والتسويق كام؟ التسويق كام؟ 70%. ايوه، هاي 70% وهاي 30%. طيب الان بعد ما حطينا النسب نشتغل اول باول. اذا 80% من 30,000 24,000، هاي 24,000. هنا هاي 6,000، لو جمعناهم حيساوي ايه؟ 30,000. الان ننتقل هنا 30 في 21,000 6,300. 6,300. والسبعين في المية من 21,000 12,000 ويا 14,700. 14,700 لو جمعناهم حيطلع 21. دائما وابدا اول باول بتفحص عشان ضلك ماشي، كون دقيق شوية في هنا في الايضاحات ومش ما ترجعش تاني، رجعت حتخربط. طيب ننتقل هنا 20% من 24 4,800. طيب والثمانين في الأربعة وعشرين حتطلع 19,000 وإيه؟ 200. ممتاز. طيب 30% من 16,000 4,800. 4,800. والسبعين في المية 11,000 وإيش؟ 200. تمام؟ طيب الآن انتهينا من الجزئية هذه الأولى، نمشي احنا حسب التسلسل ونكمل البيانات. نأتي إلى رقم 5، الطاقة الإنتاجية لا تحتاج، رقم 5 لا يحتاج إلى إيضاحات، ورقم 6 لا يحتاج، وسبعة لا يحتاج. ثمانية ولاحظ أنا بحط لك رقم العملية عشان يكون أمر واضح. ثمانية بقول لك التكاليف غير التامة، التكاليف رقم ثمانية اللي هي التكاليف الصناعية للوحدات غير تامة أول مدة. إذا هنا غير تام أول المدة اللي هي كام؟ 6,000 دينار. منها متغير ومنها ثابت كام؟ 1,000. إذا هنا هاي 5,000، والثابت لابد أن ينقسم بدوره إلى مستغل وغير مستغل. هل من سؤال؟ ننتقل إلى 9.
تكلفة الوحدة، تكلفة عام 2013 اللي هي 50% منها ايش؟ متغير. اذا واحد واحد، والواحد والثابت بدوره ينقسم الى مستغل وغير مستغل. اذا بهذا نكون، بهذا نكون وصلنا الى اللي هو الجزء المستغل وغير المستغل. من لديه اي سؤال؟ اذا الان حتى نكمل الايضاحات ونحصل على قيمة الجزء المستغل وغير المستغل في جميع البيانات، لابد من حساب ابو شعبان نسبة الاستغلال الصناعي للعام الحالي والعام ايش؟ السابق، وكذلك التسويقي. طيب اذا الان هنا، هنا هاي نسبة الاستغلال الصناعي في عام 2013 تساوي الطاقة الانتاجية القصوى كام؟ الطاقة الانتاجية القصوى 30، هاي في المقام 30,000. طيب الان الوحدات المنتجة في عام 2013 كام؟ 24,000. ممتاز، 24,000. اذا 80 هنا انا بصدد حساب نسبة الاستغلال. طيب طب لو قلنا الان في 2014 نسبة الاستغلال كم الوحدات المنتجة؟ 27، 27,000. طيب يا شباب، هل الطاقة الانتاجية القصوى تغيرت من العام الماضي الى العام الحالي؟ اذا بنسجل هنا اللي هو ايش؟ 30,000. اذا تساوي 90%. ماشي اوكي، 27 على 30 تطلع 90. ايه 90%. هل من سؤال؟ ننتقل الى نسبة الاستغلال ايه؟ التسويقي اللي هي تبعت 2014. واذكر اذا كان لدي نسب استغلال لاعوام سابقه او لاحقه متوقعه، بهمني فقط التسويق للعام الحالي. طيب كم وحده بعنا؟ بعنا 28,000. الطاقة التسويقية القصوى كام؟ 40,000 وتساوي 70%. 27 على 4، 28 على 4، 70%. إذا بعد حساب هذه نسب الاستغلال الصناعي والتسويقي، نأتي الآن إلى تكملة هذه الإيضاحات. الآن ها وانتبه، مواد صناعية. اذا ايش نسبة الاستغلال بطبقها لها؟ 2014. اذا هاي 90%، وين ما فيه هنا الصناعي المشتغل 90% 10%، وهي 90% وهي 10%. تمام، نحسبهم. 10% من 6000 كام؟ 600. 10% من 6000 600، وتسعين 5000 وإيش؟ 5400. اجمع زي ما حكى زميكو 6000 و5400، بيطلع أكثر من 6000. إذا في مشكلة، إذا في مشكلة. طيب 600 زائد 5400 اللي هي إيش؟ 6000. طيب نفس الشيء هنا، 10 × 4800 480. 480. طيب 90% 4320. هل من سؤال؟ طيب الآن شباب نأتي إلى
نسبة الاستغلال التسويقي، وقلنا إيش؟ 70%، 70%، وهي 30، هاي 70 وهاي 30. طيب الآن 30% أو 70% في 6300 حتطلع 4410. طب 30% في 6000 حتطلع كام؟ 1800، هاي 1890. وكذلك ننتقل 60% مزبوط، 70% من 4000 3360، بينما 30 1440. ممتاز، 1440. من لديه أي سؤال؟ من لديه أي سؤال؟ الآن ننتقل ونكمل الإيضاحات بشقيها، المستغل وغير المستغل. غير تام أول المدة، يعني 1/1/2014 من وين إجاني؟ يلا مين بدي يجاوب؟ من 2013. تمام، 2013 عندنا ايش؟ 80%، هاي 80% وهي 20، اذا 800 وهي ايش؟ 200. طيب تكلفة عام 2013 برضو ايش؟ ممتاز، هاي ماشي اوكي 80 وهي ايش؟ 20%، اذا 8 من 10 و2 من 10. طيب من لديه اي سؤال قبل ما ننتقل الى قائمة الدخل؟ تفضل. نعم، نسبة استغلال الصناعي هنا بالنسبة لهاي اللي فوق غير تام أول مدة، هذه لا، هذا الصناعي حدث خلال الفترة هذه، الفترة هذه الحالية اللي هي 2014، ناخذ ال 14، لكن أي شيء بتعلق بالعام الماضي بناخذ له إيه؟ أي سؤال؟ طيب نهيئ أنفسنا لإعداد قائمة الدخل، بنكتب فوق فوق قائمة الدخل، قائمة الدخل حسب المدخل المستغل والمتغير طبعا لعام 2014، لعام 2014. طيب طبعا العمود الأول والثاني على المدخل المستغل، هنا المتغير وهنا بيان. طيب نهيئ أنفسنا لإعداد قائمة الدخل كما قلت. الآن طبعا أول جزء في قائمة الدخل، أول جزء في قائمة الدخل مبيعات، وبالتالي أنا من خلال اطلاع على معلومات السؤال، هل في مردودات ومسموحات أي شيء يخص المبيعات؟ لا.
إذا لدينا المبيعات، المبيعات، والمبيعات 28,000 وحدة ضرب 5 دينار للوحدة، يعني 140,000 140,000. إذا هنا كان فيش مردودات وخصومات بنسجلها في هذه الخانة مباشرة، هاي 140,000 تمام. طيب الآن بدنا نبدأ نطرحها، يطرح تكلفة الوحدات أو المبيعات، تكلفة المبيعات أو تكلفة الوحدات المباعة. وتكلفة الوحدات المباعة لها شقين، صناعي وتسويقي حسب كل مدخل على حدة. إذا ألف تكاليف صناعية. طبعا الآن حنبدأ بإعداد القائمة، كلما كنت دقيق هنا بعدك بدك تنقل أرقام، وكن دقيق في نقل الأرقام عشان ما تحطش إشي بدل إشي ما يصيرش خربطة. بعد الآن أول شيء هنا كما نلاحظ لدينا مواد، بنبدأ بإيش؟ مواد وأجور، صح؟ طيب هل يوجد مصاريف؟ لا. لاحظ حسب ما هو متوفر لدي يتم اللي هو استخدام هذه البيانات. الآن الشباب طلع، طلع عندنا الآن أنا بعمل بإيه؟ بالمدخل مستغل وإيش؟ الشباب السؤال هذا بالمدخل بالثلاث مداخل، حلوا بالثلاث مداخل، بتضيف عمودين بس. الآن نكمل، الآن عندنا هاي مواد صناعية، لو كنت تتبع المدخل الكلي هتاخذ ايه؟ 30. حيضل له شيء في اعباء؟ تمام. لكن انا بتبع المدخل المتغير حاخذ كم؟ وهي ال 24 نكتب مع بعض، هاي 24,000. تمام، ستيب باي ستيب. الان المدخل المستغل بيعترف بال 24 زائد ايش؟ 24. تمام، اذا 29,000 24 زائد 5,429,000 وإيش؟ هاي 29,400. والتكرار بوضح، كفيل أن يوضح. طيب نذهب إلى الأجور، نذهب إلى الأجور. الأجور عندنا أجور اللي هو إيه؟ صناعية. لكن انا بدي اي مدخل حاخد كم؟ 19,200. هاي 19,200. تمام؟ طيب الان المدخل المستغل حاخد 23,000، حاخد 19,200 و 4,300 وايه؟ 23,520. تمام، هل من سؤال؟ طيب الآن نجمع يا شباب، 0,2,9,2,5 52,920، والجانب الثاني حيطلع لنا إيش؟ 43,200. هنا مجموع، جمعنا المواد والأجور والمصاريف تجمع إن وجدت، والمصاريف تجمع إن وجدت. هل من سؤال؟ طيب الآن ننتقل إلى تكلفة غير تامة أول المدة. هل يوجد لدينا تكلفة غير تامة أول المدة؟ نعم. إذن زائد تكاليف صناعية للوحدات، غير التامة 1,1، غير التامة 1,1.
طيب مين بده يجاوب؟ الإمارة. إذن هيا المتغير حنسجلها كام؟ بينما المستغل حنسجله كام؟ إذن هاي 5000 وهاي عندنا يا 5800. ها هاي 5000 ضل المدخل المتغير، ولكن المستغل حنقول 5 زائد، مش المدخل المستغل بيقول ايه؟ يتم تحميل الوحدات بالمباع بالمتغير والجزء المستغل من مين؟ ثابت بناء على مفهوم المدخل يتم العمل. طيب الآن هل في غير تام آخر المدة؟ لا. إذن نقوم بجمع، نقوم الآن بجمع هاي 0 2 7 8 5 58,700 وهنا 48,000 وإيه؟ هاي مجموعة أيضا وصلوا. هل من سؤال؟ طيب الآن نهيئ أنفسنا لي اللي هو التام أول المدة، وقبل أن نكتب أي شيء نراجع معلومات السؤال. وفي عبارة رقم 6 الوحدات المنتجة عام 2013 24 والمباع 21. مين بدي جاوب؟ اللي وراء جاوب. مين بدي جاوب هنا؟ اذا في عنا ايه؟ انتجنا 24 بعنا 21 اذا عنا ايه؟ 3. اذا كون عنا في وحدات بغض النظر عن رقمها بنقول زائد تكلفة الوحدات تكلفة الوحدات التامة أول المدة، وقلنا إيش تطلع عنا؟ 3000 جاية من أي عبارة؟ 6 اللي هي من 24 ناقص إيش؟ هاي بنكتب الكلام هذا، هاي 3000 إجت من عبارة رقم 6 اللي هي عبارة أنتجوا 24 باع 21 إذا ضل عنا في المخازن إيه؟ 3000. طيب الآن بعد ما حددنا، بعد ما تم تحديد الآن هذه الوحدات كيف بدي أحسب تكلفتها في ظل المدخل المستغل والكل المتغير؟ في المستغل، في المستغل في العام الماضي، في العام الماضي التكلفة الوحدة 2 لكن متغير منها كام؟ 1. إذن 1 في 3 بإيه؟ هاي 3000، هاي 3000. طيب أما بالنسبة للمدخل المستغل حضروا بالثلاثة في إيش؟ 1 زائد 1 زائد إيش؟ 8 من 10 حتطلع عندي كام؟ 5400. هاي 5000، هاي 5400. هل من سؤال؟ أي سؤال يا شباب؟ ماشي. الآن هنا الوحدات عندنا 3000، كيف بدي أحسب تكلفتها في ظل المدخل المستغل أو أي مدخل؟ برجع لتكلفة العام الماضي. المدخل المستغل بيعترف 1 زائد إيش؟ يعني 1.8 ضرب 3000 تطلع 5000 وإيش؟ 400. طيب طيب هل يوجد وحدات تامة آخر المدة؟ نشوف مع بعض. في العام الماضي 2013 قلنا انتاج ايه؟ 24 وبيع كام؟ اذا ضل عندنا كام؟ 3000. طيب في 2014 انتاج كام؟ 27,000. اذا المتاح كام؟ 30,000. تمام؟ بيع 28. اذا عندنا بضل عندنا ايش؟ 2000 وحدة. هل يوجد وحدات اخر مدة؟ نعم يوجد، نعم يوجد. اذا بنقول هنا
ناقص تكلفة الوحدات التامة آخر المدة، واللي هي بين قوسين كام؟ 2000 وحدة. هل من سؤال؟ طيب، إذن الآن كيف بدنا نحسب تكلفة الألفين وحدة؟ نقوم بقسمة تكلفة المواد والأجور والمصاريف على تكلفة المواد والأجور والمصاريف على الوحدات المنتجة هذا العام، اللي هي كام؟ 27,000. بتطلع 1.96. تمام؟ طيب، وفي الجانب هذا هنقسم على 27,000، هتطلع عندنا 1.6. إذا بعد ما حددنا عدد الوحدات المتبقية في المخازن، نقوم بحساب تكلفة الوحدة من المواد والأجور والمصاريف، ومن ثم هي قسمنا على الوحدات المنتجة. إذا الآن بدي أحسب أنا التكلفة في ظل المدخل المستغل، حضرب الألفين في إيش؟ 1.96. طيب هيطلع عندنا كام؟ إذا هي 3,920. وكذلك نقوم بضرب 2000 وحدة في ظل المدخل المتغير في كام؟ 3200. وبتطلع 3200. ممتاز. إذا الآن يكون أمامنا عملية 58,720 زائد 5,400 ناقص 3,920، حيطلع عنا 60,200. 60,200، هاي 60,200. طيب، وهنا 48,000. 48,000. 48,000، 3,200 بالسالب و3 بالموجب، ضل 200 بالسالب. اجمع الآلة احسن لك. 48,000. هذه اللي هي التكلفة، التكلفة الصناعية، التكلفة الصناعية، مجموعة التكاليف الصناعية للمبيعات، مجموعة التكاليف الصناعية. هل من سؤال؟ ننتقل إلى إيه؟ ننتقل إلى التكاليف التسويقية. هاي باء، تكاليف تسويقية. وأيضا التكاليف التسويقية كما تلاحظ هنا مكونة من مواد وأجور. إيش؟ مواد وأجور. هل يوجد مصاريف؟ أيضا لا. شباب، أعزاء الطلبة، الآن هنا مواد تسويقية، المدخل المتغير حيعترف بكام؟ 14,700. هاي 14,700. طيب، بينما المدخل المستغل حيعترف بال 14,700 زائد 4,410، 19,000، وهاي 19,110. ننتقل إلى الأجور التسويقية، المدخل المتغير يعترف بكام؟ احكي. 11,200. هاي 11,200. بينما المدخل المستغل حيعترف بال 11,200 زائد ايش؟ زائد 3,000. اللي هي عندنا كام؟ 14,560.
نقوم بجمع التكاليف التسويقية، نقوم بجمع التكاليف التسويقية اللي هي حتكون عندنا 33,670، 33,670، وهنا 25,900. ممتاز، مجموع تسويقي. وبعد أن انتهينا من التكلفة بشقيها الصناعة والتسويق، نقوم بإيش؟ اجمع. هلاحظ إيش بدي اجمع يا شباب؟ 60,233,670. إذن حيكون عندنا المجموع، المجموع هي بين قوسين 0,7,8,93,870. وفي الجانب الثاني حيكون عندنا، حيكون عندنا 73,900. هذا ايش؟ مجموع تكلفة المبيعات. اي سؤال؟ طيب الان نقوم بطرح 93,870 من 140,000، حيطلع عندنا كام؟ 46,130. هذا بنسميه مجمل الربح، وهامش المسامح حيكون في ظل مدخل متغير. نطرح هنا حيطلع عندنا 73,970 من 66,100. هذا هو مجمل الربح في ظل المدخل المستغل، وهامش المسامح في ظل المدخل المتغير. هل من سؤال؟ الآن ننتقل إلى الأعباء، ونكون من خلال قراءة السؤال عارفين هل في أعباء إدارية، هل في تمويلية، هل إيش فيه النقطة الأساسيات. إذن هنا ناقص الأعباء، ناقص الأعباء. الأعباء في عندنا أول شيء تكاليف إيش؟ إدارية. تكاليف إدارية. التكاليف الإدارية موجودة من ضمن المواد، من ضمن إيه؟ المواد هيها 9,000. والتكاليف الإدارية هي أعباء إيش؟ أعباء فترة. هاي 9,000 وهاي 9,000، يعني الكل يعترف بها كأعباء، كل المداخل. طيب بعد هيك يا شباب في تكاليف إيش؟ تكاليف صناعية. فيش تمويلية عندنا في السؤال، فيش تمويلية عندنا في السؤال، ولكن الآن بنروح على التكاليف هي الصناعية. تكاليف الصناعية بقدرش يقول ثابتة، لأنه ثابتة مستغلة. تكاليف صناعية حسب المدخل المتغير حتكون ثابتة، حسب المدخل المستغل حتكون ثابتة غير مستغلة، فبنكتب صناعية وبس. الآن ها انتبه، مواد صناعية المدخل المتغير اعترف بال 24 منه، ضللوا قديش؟ الكل ينتبه معاي، ضللوا 6. طب وفي الأجور ضللوا قديش؟ إذن ها 6 إيش؟ 10,800. بروح بسجل للمدخل المتغير 10,000 وإيش؟ 800. أحسنتم. طيب الآن بالنسبة للمدخل المستغل، المدخل المستغل انتبه اعترف بهذول الاثنين، هاي أنا معلم عليهم إيدي، اعترف بإيش؟ بهذول الاثنين. إيش ضل؟ 600. وهنا إيش ضل؟ إيش ضل؟ اجمعهم 1,080 يا شاطر. 1,600 زائد 480 1,080 600 و 400 1,000 زائد 80 1,080. إذن ها
هاي ألف ألف وثمانين ألف وثمانين هاي ألف وثمانين مش بعمل المستغل مش الجزء غير المستغل من الثابت يعتبر من ضمن الأعباء. أي سؤال يا شباب؟ الرعى التسويقي والتكرار بعلم الشطار وأنتوا شاطرين. تكاليف تسويقية، تكاليف إيش؟ تسويقية. أيضا نفس الشيء، انظر انظر ها التسويق لما اعترف ب 14700 ضل قديش له؟ 6300 وضل له تسويق كام؟ 4000 وايش؟ 11100 اذا 11100 هاي 11100. نذهب سويا الى التسويقي. التسويقي هنا ندخل في التسويق. نعم اللي هو المستغل، المستغل اللي اعترف بالرقمين هذول ضل له قديش؟ ضل له 1890 وضل له ايش؟ 1440 3300 وايش؟ 3330. هل من سؤال؟ الآن بعد ما عملنا هذا الكلام بدنا نجمع الأعباء. 9000 والألف والـ3000 تطلع 13410. هاي 13410 بين قوسين أعباء لابد أن تطرح من 46130. نصل إلى 32720. هذا بنسميه صافي. طبعا قبل هذا المجموع في مجموع الأعباء صافي الربح إيش؟ التشغيلي. نقوم بجمع 9000 والعشرة والحداشر ألف بتطلع عنا 30900. 30000 هاي 30900. طيب 30900 نطرحها من 66100 حيطلع عنا 35000 وإيش؟ ومتين. ممتاز. 35200 بنكون هيك احنا خلصنا من او انتهينا من اللي هو قائمة الدخل. لكن سؤال بيطرح نفسه، هل يوجد اي ايرادات ومصروفات اخرى تضاف او تطرح؟ لا يوجد. اذا هذا صافي الربح التشغيلي، بنقدر نقول عنه صافي الربح العام. هل من سؤال؟ اخر شغلة بدنا نحكي فيها التأكد من الحل. والتأكد من الحل بنقول ايه؟ الارباح في ظل مدخل التكاليف المتغير يساوي الارباح في ظل مدخل التكاليف المستغل ها زائد غير تام اول ناقص اخر ناقص زائد تام اول ناقص اخر. نيجي نطبق، بدنا نعتبر هذا هو المجهول، نعتبر في هذا المرة هاي انه الارباح في ظل مدخل التكاليف المتغير هو المجهول. يعني احنا بدنا نحل الحل ونوصل للرقم هذا. اذا وصلنا لل 35200 بكون مؤشر على صحة الحل. طيب الان الارباح في ظل المدخل المستغل كام؟ 32720. تمام اوكي. زائد تمام هاي هاي قوس وهاي ايش؟ وهاي قوس. حط لي قوس. طيب ابو الفش، الان غير التام اول المدة في نعم 5000 والفرق ب 5800 حيكون عندنا 800. طيب
طيب غير تام اخر مده فيه لا حنحط ايش؟ صفر. طيب الان التام اخر مده 2000 وايش؟ 2400. طيب هنا 700 وايش؟ 720. 720. الآن يا شباب بدنا نكمل 32720 زائد ننتبه إلى الإشارة هنا الموجب أكبر من السالب إذا الإشارة إيش؟ طيب هنا حيطلع قديش عندنا 1680 1680 بتطرح 720 من 2040 على الآلة بتطلع. طيب الآن يساوي طبعا حيطلع 35200 اذا مؤشر على صحة الحل. مين عنده اي سؤال؟ نكون بهذا وصلنا الى نهاية محاضرة اليوم ونهاية الموضوع، والى اللقاء في موضوع جديد حسب تسلسل الكتاب.